سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن الاكسبنشن الهندي. طبعا موجود فيه كمان ايقاعات ولوبات عربي، بس في بعض المرات بيطلبوا الشباب منا انه يكون في بعض الايقاعات الهندية. طبعا الجهاز مش مزود الياماها بايقاعات انديان او هندية بشكل عام، فحطيناها وبتنزل بشكل لوباتي اصلا. يعني مروا على الاكسبنشن يوزر من هون بعد ما ننزل البرنامج، وفي عندي هون انا عندي الخيار انديان درام وبس. طبعا في عنا هون ايقاعات، خلينا نشوف الايقاعات الهندية. طبعا هذا طبعا موجود كمان بالإكسبنشن عندك على أساس أن يكون الإكسبنشن عربي هندي. يعطيك العافية.